تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت منافسات الأسبوع الأول من موسم ناصر بن حمد للموروث البحري على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، والتي شهدت مسابقات اليزوة، الهير، الحداق والشحوف، التجديف التقليدي. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة من الشباب البحريني في منافسات موسم سموه للموروث البحري، مؤكدا سموه أن لهذه المشاركة الواسعة دلالة واضحة على حرص واهتمام الشباب بهذا الشكل التراثي المميز الذي يعكس تاريخ مملكة البحرين العريقة. وأضاف سموه: نحن نعتز كثيرا بتفاعل الشباب بالمشاركة الواسعة في موسمنا للموروث البحري، والذي يعكس حرصهم في تأكيد تواجدهم وحضورهم في منافسات البطولات المحلية المختلفة، ونسعى من خلال هذا الموسم لترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدعم الرياضات التراثية والنهوض بها بما يعزز ثقافتها في المجتمع. هذا وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى مشيدا بالمستويات القوية التي قدمها المشاركون في المنافسات، متمنيا سموه في الوقت ذاته حظا أوفر لبقية المشاركين في المسابقات المقبلة. وتوج سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة أنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني للألعاب القوى الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة اليزوة والمسابقة الأولى للهير والمسابقة الأولى للشاحوف التجديف التقليدي ضمن منافسات الأسبوع الأول على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، والمسابقة الثانية للحداق ضمن منافسات الأسبوع الثاني على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة، وذلك في حفل الختام الذي أقيم بمنتزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد.